عاصمة، صباح الخير. احنا قدام المبنى المسرح الوطني بالحلفوي، يمكن تشوف شنو هي الوقفة الاحتجاجية هذه، شنو هي المشاكل نتاع المسرح الوطني، وعلاش فما مسرحيين والنقابة نتاع العمال نتاع المسرح الوطني عاملين اضراب بيومين يبدا من اليوم اللي هو اليوم. قدر اليوم شنو هو مالك؟ 1 اكتوبر يتواصل حتى الغدة، شنو هي مطالبهم؟ اجا حمزة نشوف ونتقصوا هكا والناس نشوف شنو هي الحكاية باهي. على كان تروح على المبلغ، على برشا مبلغ انا خاف. هاي صباح الخير وجيها. وجهه جندوب باش تعمل هنا؟ والله سمعت اللي فما اضراب عاملينه اعوان المسرح الوطني، جيت باش نسمع. هذا المسرح الوطني راهو هذا مسرح نتاع الناس الكل، فنانين الكل، ممثلين، تقنيين، ناس الكل. دونك حبيت نفهم. انا سمعت هكا شيء تشاش كلام كيف ما نقولوا من برا، دونك قلت خليني نجي نحب نسمع نفهم شنو اللي فما. كان فما ظلم، عبد لازم يقف مع العباد، ابخي تو سي ديزارتيست وخدمنا معاهم وخدموا معانا وكل شيء. دونك عندك احترازات على تعيين فضل الجعابي على المسرح الوطني؟ والله مش هاني قلت لك انا ما عنديش معناه احتراز على اسم الفضل الجعايبي، انا عندي احتراز على اختيار معناها الجيل هذاك بالذات. لماذا؟ علاش الجيل هذاك بالذات؟ واحنا عنا ما شاء الله اسماء كبيره من الجيل الجديد اللي نجم، اللي عنده برنامج واللي عنده مقترحات واللي عنده معناها برشا افكار تنجم تنفع المسرح الوطني. اخوي انا نحب نبدا لك بحاجه، اجا معايا. يعني هذايا اضراب قانوني، فهمني، بامر خرج من عند الاتحاد الجهوي للشغل بتونس. شو الردع والديكتاتورية اللي رجعت توا؟ يعني هو يحكي لك على إضراب، عندما يكون الإضراب أو الصد عن العمل مخالفين القانون. كيفاش توا؟ هذيك ورقة صادرة عن تحت جهة الشغل، هذه صادرة قانون، معناتها مخرج هو فصل، معناتها من فصول مع المحكمة الحكم الجزائي ولا شنو؟ سي الفاضل خرجته الإدارة على راسها، بيان سور سي الفاضل يقمع في العباد، يخوف، يرهب في العباد، وبعد يهبط توضيح البارح لافي نتاع الإضراب الأربعة نتاع العشية، يوضح يقول والله هاو النقاط اللي حكينا فيهم في اللائحة المهنية هو عندنا الحلول نتاعها. كي أنت عندك الحلول نتاعها، جيت حطيتهم الحلول نتاعهم هذاك في الولاية، قلت لي عندنا جلسة صلحية غاديك تحط فيهم لهنا في الصبورة، شو معناها شو تحب تقول؟ يعني يغزل لي، نحن ما نذده هو باش يجي يشد مساحات اللي أنا ما شدتش، مش موضوعنا ذا. نحن ناس منضبطين نخدموا على رواحنا، لكن أعطينا حقنا. طرق روندمون، ما فماش حق أوتوماتيكمون، فماش روندمون. أهم المطالب. أهم المطالب، أول حاجة ساعة مراجعة تاريخ الترسيم، هل يعقل معناتها القانون الأساسي يصدر في 2007 وأنا ترسمني في 2011؟ 52 عام معناتها الاستثناء اللي صار في الثورة هذه كل ما ينجمش يشمل المسرح الوطني الوحيدين ما ينجمش يشملهم. غير المطالب فما الترقيات نتاع التقاعد، فهمني، الناس عدم شغل في التقاعد مازالوا 7 شهور على التقاعد ما عندوش ترقية نتاعو. أي توا لا فيه معناتها هي كورة يلعبوا فيها ورقة، معناتها أنا هاني خارج التقاعد، هاني باش نخرجك الكاشيات، هاني تي الكاشيات نتاعي تي ناخذ فيهم من عام 84 بالكش مزية عاملها عليا أنت، مش مزية. الكاشيات ناخذ فيهم وتداول مديرين على المسرح الوطني وتداول الكتاب عاملين حل مسؤول، الناس تاخذ الكاشيات. ساعه انت كارك تجي هنا باش تحسن الوضعيه. احنا باش نحاولوا ندخلوا للفضل الجعبي، السكرتيره قالت لنا ما نجموش، باش نحاولوا ندخلوا من الباب ونشوفوا يا اخو ناخذوا من عنده كلمتين تو سامبلومون. باهي وجيها سكر في وجوهنا الباب. سكر مش الرمزية، الرمزية متى الحكاية سكر في وجوهنا الباب. والله كل حد يعمل بصله. بون، نقطة الختام عند وجيها جندوبي. ميرسي.